الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة، أهلا بكم مشاهدين الكرام في موجز الأخبار. أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد العديد من المفاهيم والقيم، ويعد مناسبة تظهر مدى التكاتف والتلاحم بين القيادة الحكيمة وشعب قطر والمقيمين على أرضها، علاوة على أنه يمثل عرسا وطنيا يفخر به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وأضاف سعادته أن شعار احتفال اليوم الوطني هذا العام أبشروا بالعز والخير يحمل دلالات ومعان كثيرة، خصوصا وأن هذه المقولة جاءت من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكون بمثابة رسالة اطمئنان وتأكيد من القيادة للشعب على المستقبل المزدهر الذي ينتظر قطر ومواطنيها رغم الظروف الاستثنائية الحالية، والتي زادت الجميع تكاتفا وعطاء لهذا الوطن وولاء لقيادته. كما أوضح سعادته أن العام الجاري 2017 شهد العديد من الإنجازات الرياضية القطرية في مختلف المحافل الخارجية، والتي جاءت ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. يكتمل اليوم الثلاثاء عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لبطولة كأس كيو اس ال مع ختام مباريات المجموعة الثانية. الجولة الختامية لدور المجموعات تشهد صراعا قويا بين أربعة فرق على البطاقة الثانية، بعد أن ضمن الريان الصعود أولا لنصف النهائي. احتفلت الأكاديمية الأولمبية القطرية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي الذي انطلق في يناير الماضي، وشمل حفل التخرج 10 دارسين منهم 5 قطريين، كما تميز بحضور وازن لشركاء البرنامج من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للجان الأولمبية الوطنية أنوك ومحكمة التحكيم كاس، بالإضافة إلى جامعة برشلونة وجامعة قطر. هذا وقد قدم الدارسون بحوثهم أمام نخبة عالمية من المختصين في مجال القانون الدولي الرياضي، وقد نالوا الإشادة وأعلى العلامات على المواضيع التي تم طرحها. الجدير بالذكر أن تسجيل الدفعة الثانية من برنامج الماجستير في القانون الرياضي سيبدأ شهر يونيو من العام المقبل. أسفرت قرعة بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 والمقررة إقامتها في الصين تايبي عن مجموعات متوازنة وصعبة. المنتخب العراقي وقع في المجموعة الثالثة التي وصفت بالحديدية، وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب العراق منتخب إيران بطل آسيا 11 مرة وحامل اللقب إلى جانب منتخب الصين ومينمار. في المقابل تلعب الصين تايبي المضيفة في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام وماليزيا والبحرين. وضمت المجموعة الثانية منتخبات أوزبكستان وطاجكستان وكوريا الجنوبية، في حين تضم المجموعة الرابعة تايلاند وقرغيزستان ولبنان والأردن. يتطلع الوداد البيضاوي المغربي لإنهاء مغامرته في كأس العالم للأندية في أجمل صورة. بطل القارة الأفريقية يضرب موعدا اليوم مع أوراورا ريد دايموندز الياباني بطل القارة الآسيوية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. الوداد البيضاوي وبعد أن تحطمت آماله في بلوغ المربع الذهبي عقب خسارته المفاجئة أمام باتشكا المكسيكي، يطمح في تسجيل الانتصار والحصول على المركز الخامس الذي يعد بمثابة جائزة طردية للفريق المغربي في مشاركته الأولى. على الطرف الآخر يخوض فريق أوراروا الياباني المباراة بالطموح ذاته عقب فشله في تكرار ما فعله في مشاركته الأولى قبل 10 سنوات عندما حل في المركز الثالث. في دور السلة الأمريكي للمحترفين حول هيوستن روكيتس
تأخره إلى فوز مثير على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز. بيليكانز هيمن على الربع الأول وتفوق ب 41 مقابل 35 نقطة، لكن الربعين الثاني والثالث شهد عروضا قوية لهيوستن قبل أن يؤكد حقيته بالفوز بعد أن قاد جيمس هاردن فريقه إلى تسجيل 34 نقطة، في حين سجل الضيوف 20 نقطة وأضاف هاردن 30 قبل 50 ثانية من نهاية المواجهة لتنتهي آمال الضيوف ويفوز هيوستن ب 130 نقطة نظير 123. نهاية الموجز، إلى اللقاء.